طب لو احنا طلبنا انه اقرب الـ الايات او المواطن في القران لقلبك واللي تحب تقراها دايما، هو يعني هو كله قريب يعني، كل القران قريب لكن وكله اقرا، بس تيجي الحضور والاحساس والتعايش تقرا اي حاجه. لكن في بعض الايات مثلا سوره الضحى، اما اروح اي حته يطلبوها مني. طب انا بطلبها من حضرتك دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.